Grammar Reported Speech الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول. أولاً لازم نعرف إن أنا عندي كلام مباشر اللي هو Direct Speech، كلام غير مباشر اللي هو Reported Speech. يا ترى إيه الفرق بينهم؟ الكلام المباشر Direct Speech ده كلام بيكون قاله شخص لشخص آخر مباشرة بدون وسيط بينهم، وده بيوضع بين علامتي التنصيص أو speech marks زي المثال التالي: It is raining, I said. أما الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول فده بيكون قاله شخص لشخص آخر والشخص ده نقله لحد تاني، فأكيد هنغير في طريقة وصيغة الكلام. الدايركت speech بيكون زي ما قلنا بين speech marks. عشان أحوله إلى indirect speech لازم بيكون في خطوات معينة لازم أمشي عليها. الكلام الغير مباشر لا يوضع بين علامتي التنصيص ويكون في زمن الماضي. ليه بيحوله إلى زمن الماضي؟ لأن الكلام ده اتنقل بعد فترة لشخص آخر فبيكون عدى عليه وقت وبالتالي بيكون في الماضي. For example, I said that it was raining. أولا تحويل الجمل الخبرية من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر. يعني إيه جمل خبرية؟ الجملة اللي بتتكون من subject, verb and object، فاعل وفعل ومفعول. وللتحويل من مباشر إلى غير مباشر يلزم الآتي: رقم واحد، بنحول فعل القول كالآتي. فعل القول هو say أو says، تحول إلى say أو says. يعني لو كانت في الكلام المباشر say أو says بحولها للغير مباشر say أو says. ده في حالة لما بيكون الكلام ما عداش عليه فترة زمنية طويلة فبضطر إن أنا أستخدمه في زمن المضارع. say to أو says to بحولها إلى tell أو tells. لما أقول say to وحولها إلى tell أو tells معناها إن هيجي بعدها مفعول مباشرة، لازم يكون بعدها الشخص اللي أنا بنقله الكلام ده. said تتحول إلى said. said to تحول إلى told، نفس الكلام. طالما في said to هحولها إلى told، لازم بيجي بعدها مفعول. نلاحظ إننا في الكلام الغير مباشر بنستخدم said في حالة عدم وجود مفعول، وبنستخدم told في حالة وجود مفعول. تاني خطوة، بنحذف الأقواس أو اللي هي speech marks اللي احنا قلنا عليها من شوية. لازم نربط بين فعل القول والجملة الخبرية برابط اللي هو بيكون that، وممكن أحيانا بنستغني عنه. يبقى ترتيب الجملة هيكون كالتالي: المتحدث، بعدها that، بعدها said، بعدها فاعل زائد فعل ماضي. أو لو أنا هستخدم told هيكون المتحدث زائد told زائد مفعول بعده ذات ممكن أستغني عنها زائد فاعل زائد فعل ماضي. تالت حاجة، بنغير الضمائر حسب المتحدث والمخاطب في أول الجملة المراد تحويلها. على سبيل المثال we تحول حسب المتكلم الفاعل، يو تحول حسب المخاطب اللي هو المفعول، وده بنقدر نحدده أو نعرفه من سياق الجملة نفسها. ولكن في عندي ضمائر لازم بحفظها، إيه بيتحول لإيه. For example I بتتحول إلى he أو she، you تحول إلى I أو he أو she، me تحول ل him أو her، we تحول ل they، my تحول ل his أو her، mine تحول his أو hers، our تحول ل their، your تحول إلى my أو his أو her، yours تحول إلى his أو her أو mine. رابع حاجة، تغيير الروابط الزمنية، ودي بتكون كالآتي، والجدول ده لازم بنحفظه زي ما هو. جايب لي هنا الكلمة في الكلام المباشر وبتتحول لإيه في الكلام الغير مباشر. next بتحول إلى the following، tomorrow
تتحول إلى the following day or the next day. Yesterday تتحول إلى the day before أو the previous day. Tonight تتحول إلى that night. Now تتحول إلى then. Here تتحول إلى there. Today تتحول إلى that day. Last تتحول إلى the space before على حسب الكلمة. يعني لو قلت last week تحول إلى the week before أو the previous week. Ago تتحول إلى before وطبعا بيسبقها المدة الزمنية المحددة. يعني لو قلت 2 days ago تحول إلى 2 days before. This تحول إلى that. These تحول إلى those. خامس حاجة وهو تغيير الأزمنة إلى الماضي. والأزمنة المضارع بتتحول إلى ماضي. على سبيل المثال المضارع البسيط بيتحول إلى ماضي بسيط، أما الماضي البسيط فبيتحول إلى ماضي تام. والماضي التام زي ما احنا عارفين بيتكون من had plus past participle. الأمثلة التالية بتوضح تحويل الأزمنة من مضارع إلى ماضي. نلاحظ اننا لما بنحول من زمن مضارع الى زمن ماضي انه لازم يكون من نفس النوع. ازاي؟ مثلا بحول المضارع البسيط الى ماضي بسيط، مضارع مستمر الى ماضي مستمر، مضارع تام الى ماضي تام، وهكذا. For example present simple he said I like fish. لما حولها reported speech هتبقى ايه؟ past simple. He said that he liked fish. طب احنا ايه اللي غيرناه في الجملة دي؟ اول حاجة عندي جملة المباشر بتبتدي ب he said وبعدها كومة. بنحذف الكومة وبحذف ال speech marks اللي موجودة فيها جملة I like fish. تاني حاجة هنا انا هستخدم he said، ما استخدمتش told لان انا مش موجود عندي مفعول، فبقول he said أجيب بعدها that وممكن زي ما قلت أستغني عنها. He said that I like fish. نيجي بقى هنا I دي بتعود على مين؟ مين الشخص اللي بيتكلم؟ he. يبقى I بتعود على he. يبقى أنا لما أجي أحول الكلام إلى غير مباشر I دي هحل محلها إيه؟ he. طيب عندي verb like موجود في زمن present simple، لما حوله الكلام غير مباشر هتحول إلى past simple. طيب ال past simple من verb like عندي إيه هو؟ liked، وبحط المفعول هو fish زي ما هو، يبقى he liked fish. تبقى الجملة على بعضها he said that he liked fish. present continuous مضارع مستمر. Marwa said I'm talking to سارة. يبقى present continuous هتحول إلى past continuous ماضي مستمر. نمشي خطوة خطوة زي المثال الأول. أول حاجة عندي مروة said، فيش مفعول، said هتفضل زي ما هي أو هتتحول إلى said برضو مش told. يبقى مروة said، هحذف الكومة، هحذف speech marks. مروة said that I am. مين اللي بيتكلم؟ مروة. يبقى اي دي بتعود على مين؟ تعود على مروة. طيب لما انا اشيل مروة حط مكانها ضمير بيعود عليها، حط ايه؟ ضمير فعل بيعود عليها اللي هو she. يبقى هستبدل مروة بشي. يبقى مروة said that she. هنا عندي الverb اللي هو am talking، ده في زمن present continuous، هو بيتكون من am زائد verb زائد ing. طيب هنا مروة said that she. شي بتاخد ايه من verb to be في الماضي؟ انا عارفة ان تصريفات verb to be في المضارع am او is او are، اما تصريفات verb to be في الماضي was او were. هقول she was وبعد كده verb plus ing بيفضل زي ما هو، يبقى she was talking to Sarah. يبقى Marwa said that she was talking to Sarah. past simple علي said I
arrived late. Past simple هو already في زمن الماضي، يبقى بحوله هنا للماضي الأبعد اللي هو past perfect. طيب هنبتدي أول حاجة، علي said that، هحذف الكومة، هحذف speech marks. I بتعود على علي، هستبدلها طبعا بهي، يبقى علي said that he arrived، هحطها في زمن past perfect، وطبعا زمن past perfect بيتكون من had plus past participle، فتبقى he had arrived late، هتبقى الجملة على بعضها علي said that he had arrived late. present perfect مضارع التام، طبعا present perfect هتحول إلى past perfect. I've ironed the shirt said سارة. نخلي بالنا من حاجة، ان سارة said او said سارة لو جات في اخر الجملة، او لو قال سارة said وبعد كده جاب الجملة، الاثنين the same، يعني مفيش فرق بينهم. طيب انا هبتدي الجملة، طبعا مين اللي اتكلم؟ متحدث سارة، يبقى سارة said that، هحذف speech marks. I بتعود على مين اللي بيتكلم؟ سارة، استبدلها بايه؟ بشي، بقى سارة said that she have، تحول في الباست بيرفكت الى had، يبقى سارة said that she had ironed the shirt. future with will، طبعا زي ما احنا قلنا في اليونتس اللي قبل كده ان احنا صيغة المستقبل بيكون ليها اكثر من صيغة، ومن ضمن هذه الصيغ الصيغة with will. طيب for example I'll see you later he said. will بتتحول في الماضي الى would، يبقى انا هبتدي جملة reported speech بايه؟ he said that. I بتعود على مين؟ تعود عليه هو، فهتبقى he. will هتتحول الى would، طبعا would بيجي بعدها infinitive، فهتبقى would see me later. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف ان would بيجي بعدها infinitive، زي ما will بيجي بعدها برضو infinitive. الصيغة التانية من future هو future with going to. طيب دي بتتحول الى ايه؟ بتتحول الى past continuous of be going to. طبعا verb to be زي ما انا قلت من شوية انه في المضارع بيكون am او is او are، وفي الماضي بيتحول الى was او were. okay for example I'm going to learn French she said. هبتدي جملة reported speech she said that. I بتعود على، بتعود عليها هي، يبقى she. am هتتحول في الماضي الى was. going to learn French، يبقى الجملة على بعضها she said that she was going to learn French. future with the present continuous، طبعا future with present continuous بيتحول الى past continuous. for example Salma said I'm leaving soon. سلمى said that. I تعود على سلمى، وهنستبدلها بشي. am هتحول الى was. leaving soon زي ما هي، يبقى سلمى said that she was leaving soon. can تحول الى could. can بيجي بعدها infinitive، could ايضا بيجي بعدها infinitive. for example he said I can swim. يبقى he said that. I تعود عليه هو، تتحول الى he. can هتحول الى could، he could طبعا بعدها infinitive اللي هو swim، تبقى he said that he could swim.